للأعمال ثلاث شروط: شروط الصحة، وشروط القبول، وشروط الكمال. تارة ينظر الإنسان المؤمن إلى صحة عمله، وأخرى ينظر إلى قبول عمله، وثالثة ينظر إلى كمال عمله. الصحة وشرائط الصحة يمكن الوقوف عليها عندما نراجع الرسائل العملية للفقهاء. رسائل العملية للفقهاء تعنى ببيان شرائط صحة العمل. أما شرائط القبول وشرائط الكمال فتحتاج إلى نظر دقيق للنصوص الشريفة، للقرآن والسنة، لاستخراجها. وهذه الشرائط مهمة جدا، لأن الإنسان المؤمن الكيس الفطن لا يكتفي فقط وفقط بصحة عمله. أنا قد أأتي بالعمل صحيحا، ولكن ليس بالضرورة يكون مقبولا عند الله عز وجل. قد أأتي بهذه الصلاة وفق الشرائط التي ذكرها الفقهاء في رسائلهم العملية، وتكون الصلاة صحيحة مبرئة للذمة، مفرغة للذمة من التكليف، ولكن هل تكون مقبولة عند الله عز وجل؟ هذه مسألة أخرى تختلف عن مسألة الصحة. هذه مسألة لها شرائطها الخاصة، وهي شرائط القبول. البعض من المؤمنين الأولياء لا يكتفي حتى بقبول العمل فقط، وإنما يسعى إلى الكمال في أعماله، تكون أعماله كاملة. وهذه أيضا مرتبة ثالثة تختلف عن المرتبتين الأوليتين، وهي مرتبة الصحة والقبول. هذه أيضا لها شرائطها الخاص. محل الحديث وموضوع الحديث وشرائط القبول، لا شأن لنا بشرائط الصحة الآن ولا شرائط الكمال، وإنما أتحدث بصورة موجزة مختصرة عن أهم شرائط القبول. ما هي الشروط التي تجعل العمل مقبولا عند الله عز وجل؟ ولا بد للمؤمن أن لا يكتفي بالصحة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: كونوا على قبول العمل أحرص منكم على العمل. يعني مو فقط تكتفي بالإتيان بالعمل صحيحا، بل كن حريصا على أن يكون مقبولا عند الله عز وجل، لأن مجرد الصحة تعني عدم المؤاخذة، ولكن هل يكون مرضيا عند الله عز وجل؟ لا. شايفين واحد مثلا يعمل في مؤسسة، شركة، دائرة، فيأتي بالحد الأدنى من العمل، هنا لا يحاسبه المسؤول، لا يحاسبه المسؤول، لكن هل يكون عمله مرضيا عند المسؤول؟ ليس بالضرورة أن يكون مرضيا، قد يكون المسؤول غير راض عن عمله، لكن هذا الحد الأدنى بحيث لا يؤاخذ. كذلك الكثير من المؤمنين يعيشون مثل هذه الحالة، يعني يأتي بالصلاة، يأتي بالعبادات فقط وفقط، يريد أن لا يؤاخذ، ولذلك يكتفي بشرائط الصحة. بينما بعض الأكياس من المؤمنين، بعض المؤمنين الأكياس يعني من الكيس الفطن، هؤلاء لا يكتفون فقط وفقط بأن يكون عملهم صحيحا، بل دائما يسعون لكي يكون هذا العمل مقبولا عند الله عز وجل. لذلك تجدون في النصوص إشارات جميلة جدا، إشارات جميلة جدا. لاحظوا إبراهيم سلام الله عليه، إبراهيم الخليل سلام الله عليه، لما بنى هو وابن إسماعيل القواعد من البيت، يعني طبعا البيت، البيت الحرام، الكعبة المشرفة، كانت موجودة قبل إبراهيم. هذا البيت كان حتى قبل آدم، بيت يحج إليه قبل آدم،
يقول الإمام الصادق سلام الله عليه لزرارة لما سأله في الحج فأجابه الإمام سلام الله، قال سيدي أنا منذ 40 سنة أستفتيك في الحج، مسائل الحج ما تنتهي. فقال الإمام بيت يحج إليه قبل آدم بألفي عام، تريد أن تفنى مسائله في 40 عاما؟ بيت موجود قبل آدم، ولما نزل آدم كما في بعض الروايات أمره الله عز وجل ببناء هذا البيت. طبعا هدم هذا البيت، انهدم البناء، انهدم لما حصل طوفان نوح، هذا الطوفان العظيم انهدم هذا البناء. الله عز وجل أمر إبراهيم بتشييد هذه القواعد ورفعها. شوفوا مجرد أن انتهى إبراهيم سلام الله عليه وابنه إسماعيل سلام الله من بناء البيت، حالا توجه إلى مسألة ماذا؟ مسألة القبول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مسألة القبول مسألة مهمة. سيدتنا ومولاتنا زينب سلام الله عليه، شوف لما وقفت على جسد الحسين سلام الله عليه قالت ربنا تقبل منا هذا القربان. شوف الأولياء العظماء دائما يتوجهون إلى مسألة القبول، فما هي أهم شرائط القبول؟ أول شرط لقبول الأعمال الإيمان كما هو واضح وسلامة العقيدة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، بقيعة يعني بقاع، القيعة من القاع، الأرض المنبسطة الخالية. في الأرض المنبسطة الخالية في أيام الصيف خصوصا إذا تنظر إليها من البعيد، من بعيد وقت الظهيرة يتراءى لك السراب. شوف الله جل وعلا يقول أعمال هؤلاء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، لكن حينما يصل إليه لم يجده شيئا كما يقول القرآن الكريم. فأول شرط للقبول هو الإيمان وسلامة العقيدة. مهم جدا أن يحافظ الإنسان على سلامة عقيدته. عبيد الله بن جحش آمن، هو وزوجه أم حبيب آمن، وأم حبيبة بنت أبي سفيان. لما آمن هو وزوجه أم حبيبة أبو سفيان لم يرتضيه ذلك، لم يرتضي عملهما فآذاهما. لما هاجر جعفر بن أبي طالب مع جمع من المسلمين إلى الحبشة، هاجر عبيد الله بن جحش مع أم حبيبة مع جعفر إلى الحبشة. عبيد الله بن جحش وأخوه عبد الله بن جحش، عبد الله بن جحش رضوان الله تعالى عليه من الشهداء في أحد، مدفون عند الحمزة سلام الله عليه، وله موقف مشرف هذا الرجل عبد الله. لكن تعالوا لننظر إلى موقف أخيه عبيد الله. هذا أسلم، هاجر إلى الحبشة، لما وصل إلى الحبشة، الحبشة مسيحية، كانوا يبيعون أجلكم الله الخمرة في الطرقات، يشربون الخمرة في الحانات في الطرقات في الأسواق. هذا من شاف المسيحيين يشربون الخمرة في الأسواق حالا أخذ يشرب الخمرة وارتد عن دينه. أم حبيبة بذلت جهودا مضنية لإرجاعه مرة أخرى، لكن الرجل أصر على موقفه وبقي إلى أن فارق الحياة وكأس الخمرة بيده والمستجار بالله. فحزنت أم حبيبة عليه. شوف هذا الرجل لم يحافظ على سلامة عقيدته، ولذلك حبط عمله. إذن أول شرط من الشروط هو الإيمان وسلامة العقيدة.
الشرط الثاني التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. هذه المقولة القرآن ينقلها عن عليكم السلام ورحمة الله عن هابيل حينما قدم هو وأخوه قابيل قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. السبب ما هو؟ الآية القرآنية بيّنت السبب، إنما يتقبل الله من المتقين. إذن الشرط الثاني لقبول العمل هو التقوى. الشرط الثالث من شرائط قبول العمل التي ورد ذكرها في الروايات الشريفة لقمة الحلال، لقمة الحلال، لأن لقمة الحرام والعياذ بالله تمنع من قبول العمل. يا كميل، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يخاطب كميل بن زياد النخعي رضوان الله تعالى عليه، يا كميل إن اللسان يبوح من القلب والقلب يقوم بالغذاء، فانظر فيما تغذي قلبك وجسمك، فإن لم يكن ذلك حلالا لم يقبل الله تسبيحك ولا شكرك. شوف الغذاء مهم جدا، لقمة الحرام تؤدي بطبيعة الحال إلى منع القبول، قبول العمل. وقد جاءت روايات كثيرة جدا في مسألة لقمة الحلال والتحذير من لقمة الحرام. بعض يستصغرها مسألة ليست بالمسألة الهينة. أمير المؤمنين سلام الله عليه لما ناجى النبي صلى الله عليه وآله نزلت الآية، آية المناجات، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. امتنعوا أمير المؤمنين، فقط كان عنده دينار صرفه إلى 10 دراهم وصار يدفع الدرهم ويختلي بالنبي وناجيه. لكن مناجاة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عبارة عن أسئلة، 10 أسئلة سألها أمير المؤمنين النبي صلى الله عليه وآله. واحد منها هو هذا السؤال، لم تخني الذاكرة، السؤال الثامن قال وما أصنع لنجاة نفسي. إمام أمير المؤمنين يسأل النبي صلى الله عليه وآله سؤال مصيري، وما أصنع لنجاة نفسي؟ فقال له النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كل حلالا وقل صدقا. شوف مسألة لقمة الحلال كيف تدخل في مسألة في تحديد مصير هذا الإنسان، كل حلالا وقل صدقا. إذن المسألة مو مسألة هينة كما يتصور البعض. من أكل لقمة حرام، يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لم تقبل له صلاة 40 ليلة ولم تستجب له دعوة 40 صباحا. شوف كيف لقمة الحرام تؤثر. إذن العامل الثالث أو الشرط الثالث من شروط قبول العمل هي لقمة الحلال. الشرط الرابع والأخير وأكتفي به، وهذا شرط مهم جدا، يعني نستطيع القول أن من يحقق هذا الشرط يضمن تحقيق الشرائط السابقة، وهو الولاية لمحمد وآل محمد. فقد جاءت روايات كثيرة عن المعصومين سلام الله عليهم تؤكد على مسألة الولاية ومدخلية الولاية في قبول الأعمال.
هذه الروايات وصلت إلى حد التواتر، يعني لا يمكن التشكيك فيها. فالولاية تعني الاعتقاد. شوف من ألم نقل في السابق أو ثلاثة شرائط ذكرناها قبل هذا الشرط الرابع، وهي الإيمان وسلامة العقيدة. والذي يعيش الولاية يضمن الإيمان وسلامة العقيدة كما هو واضح. زين، الشرط الثاني التقوى. من يعيش حقيقة الولاية لا يمكن أن يبتعد عن التقوى. التقوى ملازمة لمن يعيش حقيقة الولاية، مو فقط شعار يرفعه الإنسان، وإنما هي حقيقة وجودية تتجسد من خلال عمل الإنسان، من خلال سلوك الإنسان، من خلال حركة هذا الإنسان في هذه الحياة. أيضا من يعيش الولاء يتنزه عن لقمة الحرام، ترى مكسبه حلالا طيبا. أصلا الولاية تختلط بعجينة هذا الإنسان، أنصح بطينة هذا الإنسان. فإذا مسألة الولاية شرط مهم جدا من شرائط قبول الأعمال، وقد أكدت الروايات عليها كثيرا هذه المسألة. أكتفي بذكر رواية أو روايتين، وقد حرصت على أن تكون الروايات صحيحة السند. يقول عن محمد بن مارد: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حديث روي لنا أنك قلت إذا عرفت فاعمل ما شئت، فقال: قد قلت ذلك. يقول: قلت وإن زنوا وإن سرقوا وإن شربوا وإن شربوا الخمر، عياذ بالله، فقال لي: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما أنصفونا أن نكون أخذنا بالعمل ووضع عنهم، إنما قلت إذا عرفت فاعمل ما شئت من قليل الخير وكثيره فإنه يقبل منك. المعرفة المقصود بها معرفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، ومعرفة أهل البيت كما أوضحنا في حديث سابق ليست فقط المعرفة النظرية، وإنما هي عبارة عن الاعتقاد والولاية لهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذا تتذكرون في أول مجلس من مجالس هذه السنة في محرم، أيضا في حديث آخر وأكتفي به: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته، كما ورد في الرواية: إن الله عز وجل يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله عز وجل حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان. ثم قال: أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضل رحمته. محسن منهم أمره مصيره إلى الله عز وجل. أننا لا نتحدث عن مصائر الناس. يقول قائل: أنتم حينما تؤكدون على شرط الولاية إذن جميع المسلمين هذول في النار؟ قل: لا، المسألة مو بهذه البساطة ينظر إليها. والسداج مصائر الناس بيد الله سبحانه وتعالى، مصائر الناس بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن بحسب الشروط نحن نتحدث. حسب الشروط لا بد من الولاية، لا بد من الولاية في قبول الأعمال. أما أن الله عز وجل يتفضل على المحسن كما يقول الإمام سلام الله عليه في ذيل الرواية السابق: من المحسن منه، فذلك أمر ليس بيدي ولا بيد أحد من الناس، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. إذن المسألة لابد ينظر إليها بدقة. على كل حال، هذه أهم الشرائط التي تشترط في قبول الأعمال، ومسألة قبول الأعمال كما ذكرت لكم مسألة مهمة جدا ينبغي الالتفات إليها. لذلك نرى الأولياء والعظماء
بمجرد أن يأتون بالعمل حالا يتوجهون إلى مسألة القبول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مولاتنا زينب سلام الله عليها جاءت ووقفت هذا الموقف، موقف عظيم هذا الموقف، حيث وقفت على جسد المولى أبي عبد الله ورأته بتلك الحالة، حالة فظيعة. يقول السيد باقر الهندي: لقد أبصرت جسم الحسين موزعا فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر، فجاءت بصبر دونه يعظم الصبر. يصير أجمل البيت: فجاءت بصبر دونه يعظم الصبر. الله أكبر. لله درك يا زين، لله صبرك يا زين. تضع يدها تحت جسد أخيها سلام الله عليه، ترمق بوجهها إلى السماء، تقول: اللهم تقبل منا هذا القربان. هذه زينب، هذه زينب جبل الصبر. وأي جبل! لو أن المصائب التي حلت على مولاتنا زينب حلت على جبل لهدته هدا. كل مصيبة أعظم من المصيبة الأخرى. تعالوا وانظروا إلى ما جرى ليلة 11 من المحرم على مولاتنا زينب. مصائب عظيمة جدا، مصائب عظيمة جدا. قطعت بأبي هي وأمي أرض كربلاء أشواطا وأشواطا. ليلة 11 ما عرفت زينب سلام الله عليها الهدوء، ما هجعت بأبي هي وأمي، تبحث عن الأطفال، تبحث عن اليتامى، تبحث عن النساء الضائعات.